بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الابتدائية الصف الأول الفصل الدراسي الثاني مادته لغتي، موضوع الدرس الوحدة الرابعة صحتي وسلامتي. درسنا نشاطات الاستماع، إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان. سنتعلم أحبائي اليوم قصة الدرس، ملاحظة أفعال عمر، عواقب الاستهتار، كذلك أنظمة المرور واحترام هذه الأنظمة، خطورة السرعة، وكذلك يكون أبي هو قدوتي. وسنتعلم مهارات منها الاستماع إلى القصة والإنصات، وكذلك مهارة الإجابة الصحيحة على النقاشات والأسئلة، وكذلك مهارة الملاحظة من الصور. قصة احذر تسلم هي قصتنا هذا اليوم. أبطال هذه القصة هو مشعل وعمر. مشعل هو والد عمر، وقصتهم في هذا الدرس وهما على الطريق. نستمع جيدا، لابد أن نتعلم مهارة الاستماع إلى القصص والاستفادة منها والملاحظة. مشعل قال لابنه، ماذا قال لابنه عمر؟ أتى مشعل إلى ابنه عمر وقال له: عمر، هل ترافقني إلى السوق؟ ماذا رد عمر؟ أجل يا أبي، فأنا أحب مرافقتك دائما. عمر قال لأبيه أنه يحب مرافقته دائما إلى أي مكان. إذن مشعل وعمر قررا أن يذهبا معا عبر السيارة في الطريق. عمر وأبوه يركبان السيارة، ذهبا لركوب السيارة. ماذا عملا؟ لابد قبل أن نركب السيارة أن نقول ماذا عند الخروج من المنزل. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك دعاء السفر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وعمر في المقعد الأمامي والمقعد الراكب، ومشعل هو الأب الذي يقود لأنه كبير بالعمر ولأنه أخذ رخصة للقيادة ويعرف أنظمة المرور. قال الأب لعمر: هيا يا عمر، اجلس بهدوء واربط حزام الأمان. ما هو حزام الأمان؟ هو أداة تحافظ على أجسامنا باقية بالمقعد عند حدوث حادث أو ضرر لا سمح الله. قال الأب: هيا يا عمر، اجلس بهدوء واربط حزام الأمان. ماذا رد عمر؟ حسنا يا أبي. إذن رد عمر على أبي برد جميل فقال: حسنا وطاعة يا أبي. وقف عمر ومشعل عند الإشارة الضوئية وكانت باللون الأحمر. ماذا يعني اللون الأحمر؟ النقف. عمر، ماذا قال عمر لأبيه؟ انظر يا أبي، هذان السائقان. ماذا هما؟ ماذا شاهد عمر؟ شاهد سائقان ماذا يعملان؟ سائقان متهوران مسرعان، لم يحترما أنظمة المرور،
يتسابقان، قال عمر، سائقان يتسابقان في الشارع ويتجاوزان الإشارة الحمراء. لم يحترم الإشارة الحمراء، إشارة المرور الحمراء، دون أن يتوقف. إذن هو تهور وعدم احترام للأنظمة ولإشارات المرور ولأشخاص الذين يرتادون هذا الطريق، فلهم الحق عندما تكون الإشارة خضراء لهم، وعندما تكون حمراء عليهم أن يتوقفوا ويحترموا هذا النظام. قال عمر: أليس هذا خطر يا أبي؟ استفسر عمر من أبيه: هل قطع الإشارة وتجاوزها وهل السرعة خطر؟ قال الأب: نعم يا عمر، فالسرعة خطر على حياتنا وحياة الآخرين. إن السرعة هي خطر، لا يستطيع إيقاف السيارة في أي وقت، وكذلك هو تجاوز للسرعة المعقولة والنظامية في هذا الطريق. وقال الأب أن عدم احترام أنظمة المرور كذلك يسبب الكثير من الحوادث في الطريق. ماذا رد عمر على أبيه؟ وكيف نحمي أنفسنا من هؤلاء السائقين يا أبي؟ عمر قال: نحن نمشي بنظام ونحترم أنظمة المرور والإشارات، لكن هؤلاء السائقين المتهورين كيف نحمي أنفسنا منهم ومن قيادتهم المتهورة؟ قال الوالد: علينا أن نحترم إشارات المرور وأن نسير بسرعة مناسبة، فالشارع ملك للجميع وليس لنا وحدنا. إذن علينا أن نحترم الآخرين بالطريق الذين يطبقون أنظمة المرور ويحترمون المشاة ويحترمون السيارات الأخرى. ماذا قال عمر؟ عمر: أحب أن أكون مثلك يا أبي. إذن عمر كره سلوك الذين تجاوزوا الإشارة والذين يسرعون في الطريق ويضايقون الناس ويعرضون حياتهم للخطر. إذن عمر حب أبيه بهذا السلوك وكان قدوته في الطريق وفي قيادة المركبة هو أبيه مشعل. إذن عمر قال: أحترم أنظمة المرور ولا أقود بسرعة. شاهد ولاحظ، نشاهد، هذا سائق غير مبالي، لا يحترم الإشارات ومسرع سرعة. ماذا حدث له؟ حدث حادث له والنهاية غير سعيدة، ذهب إلى المستشفى وأصيب بإصابات قد لا تجعله يقود السيارة أو يسير على قدميه مرة أخرى. ما هذه الصورة أحبائي؟ عمر ماذا عمل عندما ركب السيارة؟ نعم، سمع التنبيه حزام الأمان وتذكر، ثم ربط حزام الأمان الذي يحافظ على سلامة أجسامنا داخل المركبة والسيارة من الارتطام بأجزاء السيارة بإذن الله. الصورة التالية، ماذا عمل والد مشعل عندما شاهد الإشارة الحمراء؟ احترم أنظمة المرور وتوقف عند الإشارة الحمراء ليعطي المجال للسيارات الأخرى
التي لديها الحق بالإشارة الخضراء بأن تعبر الطريق، وكذلك أعطى الحق للمشاة الذين لديهم إشارة مشاة خضراء لأن يعبروا أمامه على خط المشاة. نشاهد المشاة كذلك عليهم أن يعبروا أمام السيارات وأن لا يدخلوا في وسط السيارات في العبور، عليهم أن يذهبوا إلى الجزء الذي يوجد فيه الإشارة لأن هنالك إشارة مخصصة لهم هي إشارة المشاة، وهنالك خط يستطيعان العبور عليه هو خط المشاة. ماذا حدث وماذا سيحدث عندما يقود سائقان كلهما بتهور وتجاوز الإشارات الحمراء وعدم احترام الأنظمة؟ سيرتطمان ببعضهما البعض وقد يضران الناس والسيارات الموجودة في الطريق، وفي النهاية عواقب وخيمة وإصابات، وقد لا يعودان إلى السير أو القدرة على الحركة مرة أخرى. هل استمعنا جيدا للقصة؟ من يستطيع إعادة القصة؟ ومن يستطيع أن يخبرنا ماذا حدث بهذه القصة؟ رائع. ماذا لاحظ عمر في الطريق؟ عمر عندما كان راكبا مع أبيه الذي احترم الإشارة الحمراء وتوقف، ماذا لاحظ عمر؟ أحسنتم، لاحظ سيارتان تقودان بسرعة وتتسابقان وتجاوزتا الإشارة الحمراء. عندما أركب السيارة ماذا أعمل؟ إذن قبل فتح الباب أقول بسم الله، عند الركوب أضع حزام الأمان وأركب في الأمام إذا كنت كبيرا، وأركب في الخلف إذا كنت صغيرا، وكذلك لا أنسى دعاء ركوب السيارة، ولا أنسى كذلك التزام الهدوء وعدم مضايقة قائد السيارة. من قدوتي بالقيادة عندما أكبر؟ نعم، أبي قدوتي في القيادة عندما أكبر، هو أبي الذي يقود السيارة باحترام أنظمة المرور واحترام للإشارات واحترام الغير والسماح للغير بالأفضلية للعبور. تعلمنا اليوم أحبائي أهمية الهدوء داخل المركبة، أهمية الهدوء عند القيادة، وكذلك ربط حزام الأمان الذي يحفظنا بعد حفظ الله تعالى. وتعلمنا أحبائي الشارع ملك للجميع وليس ملكا لنا وحدنا، فعلينا احترام الآخرين الذين يستخدمون هذا الشارع وهذا الطريق. كذلك احترام أنظمة المرور، علي أن أحترم أنظمة المرور من الإشارات، من الخطوط، من الأرصفة، من المواقف، من الأماكن التي لا أزيد السرعة فيها عن ما هو محدد لي عبر أنظمة المرور. وتعلمنا أن قدوتي في القيادة هو أبي الذي يحترم أنظمة المرور.